ختام نشرة، وهذا تذكيرهم بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يتسلم هدية من الهلال الأحمر الكويتي لدعم قطاع الصحة في المحافظة. معصوم يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مطعما على طريق تكريت بيجي. العبادي سيصدر قرارات مهمة خلال الأسابيع المقبلة لمكافحة الفساد. من قناة صلاح الدين الفضائية قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، دمتم في أمان الله.